حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وعبر برنامج إسراي. ومثل ما عودناكم في برنامج إسراي في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10 بكل تأكيد، ونستضيف إحدى الشخصيات الكويتية التي كان لها بكل تأكيد دور فاعل في خدمة دولة الكويت. وضيفي لهذه الليلة أرحب بمختار منطقة هدية العم مبارك محمد السكران السهلي. حياك الله معانا أبو محمد في برنامج إسراي وفي تلفزيون المجلس. أبقاك الله، الله إن شاء الله يعيننا على اللي فيه الخير. آمين يا رب، يفتح بيبان الخير إن شاء الله لحكومتنا ولشعبنا وللمسلمين أجمعين. شو اللي المطلوب اللي تبيه؟ اللهم آمين، كل خير وبركة إن شاء الله. يعني عمي أبو محمد، أنت من مواليد 1928 27 أي نعم. أبي أتكلم على البداية في هذاك الوقت، شنو تذكر منها يا أبو محمد؟ مش أذكر؟ أي نعم، في البداية حنا في الصحاري كلها، أيه؟ من الوفرة في الربيع إلى التبريت إلى خباري واضحة قبل يوم أنها داخل الكويت، وتالي عاد حولنا في الديرة، نزلنا في الكويت في 63 63 أي. طيب أبو محمد وين درست؟ تذكر وين درست أبو محمد؟ أنا درست الليلية في الفنطاس مسائي. اي مسائي، اي حال 5 سنين حصلنا الابتدائية. الابتدائي عندنا جامعة ذاك الحين، جامعة ذاك الوقت صحيح نعتبرها جامعة ذاك الحين. نعم، اشتغلت عاد قبل في الأشقاء في الكهرباء حول سنتين، واشتغلت عاد في الاشغال. انا جايك على وين اشتغلت عمي ابو محمد، بس هل صحيح انك رفضت الشغل مع ابوك رحمه الله عليه قبل وكان عمرك 11 سنه؟ الله يرحمه، عمري 14. اي لها قصه هذه ودنا نعرفها. اي بيسرحني في غنم، اي الغنم عنده اثنتين غنمين، وقالت اسرح في واحده واخوك اللي اكبر منك في واحده. انا رعى البل، قلت ما اسرح فيها. قال غصبا على خشمك الصبح تسرح فيها. سريت بالليل، وحنا جنوب من الوفرة، يوم أصبحت لأني في القرين عند حياة عوض بن خضير الله يرحمه الهاجري وابن أخينا قصير الله، وبيشتغل. قلت راح أشتغل في الفرضة، ذاك الحين يجيبوا الرمل يدفنون الفرضة الكويت عند الديوان الأميري هالحين. يوم رحت صبحت الفرضة، لا هنا ناس شواغيل يشيلون على رؤوسهم طوس رمل. طوس رمل ايه. لذاك الشايب الكويتي قال وش تبي يا ولدي؟ شايب احضري. قلت ابي اشتغل. قال انت صغير. كم عمرك يبقى كان؟ حال 14 او 13. 14 او 13. اي. ويجودني بيدي ونروح لما رئيس الفرضة ذي اللي قال هذا ما نشغله يا عمي، يقوله لرئيس العمال ذا لا هذا ممنوع بعد عليه 4 5 سنين يجي الله يحييه. قلت عاد انا عاطني ثنتين من ذولي واشيلها. قال لا ممنوع، لو تشيل 10 عيوا. اي عيوا. قال ما يصير، من الحكومه مانع، انا ما يشتغل في هذه الا الرجال من 18 وفوق تحمل. وبعدين رجعت لأهلي وسرحت في الغنم عند الجري، وأنا أبوي يحاولني أني أسرح في الغنم في سبة أني بحصل بس شيء من الفلوس أعطيه إياها. أنت ليش رفضت في البداية يبا؟ ما أحب أسرح الغنم، أي. ولا أعرف الحفظها. أخو اللي أكبر مني الله يبيح منه الله عليه، والغنم واجد وحاطينها ثنتين، أنا راعي البن. وبعدين حصل اللي حصل. عمي محمد، انت يعني شاركت في بناء يعني منطقه الاحمدي وهذاك الوقت. انا شاركت في الاحمدي، ايه؟ يوم ابن هنيدي الله يبيح منا ومنه هو مقاول شركه في الاحمدي، ما فيها ذاك الحين ولا شيء. شنو كان فيها؟ ما فيها، حطوا شاشه عند المحافظه الفوقيه الاوله، حط فيها عشاشن العمال فيها لابن هنيدي الله يرحمه، وبدأوا في البني وفي الحفر وفي خط حول 8 أشهر. ورحت
وعودت عقب 14 وخدت بعد فيها حوالي سنة أو أكثر، وكان شغل صعب. جوني وقال يلا دور لك 4-5 معك واشتغل. نشتغل فيه. تذكر الانجليز يوم كانوا فيها شلون تعاملهم معاهم؟ بس مع اسمائهم ما لا، التعامل يبا شلون؟ واللغه والتعامل تعاون. اي تعاونهم زين، قدرون قدرون. شافوا العامل اللي يشتغل ولا يغيب ولا شيء، هذا يحطونه فوق امتونهم. وهو صحيح، الانسان اللي هو يسوي يسويه لنفسه ما يسويه للناس. صحيح. طيب عمي، كانت اي سنه هذه؟ بالاربعينات؟ في الاربعينات تقريبا. لا حول 44 او 45. 45 اي سنه 45 او هالمحاري هذه. اشتغلت في الشاميه في مدرسه الجزائر. الشاميه اول باب انفتح في شو اسمه في سور الكويت. أول باب انفتح فيه اشتغلت فيه أنا ويا عبد اللطيف الرقم الله يرحمه، رحمة الله عليه. إيه الشامية اللي مدارسها الحين فيها مدرستين والداخلية. حنا على الثليم، ثليم السدرة جنوبي درواسة الجهرة، عنها يمكن أقل من نص كيلو. وقامت تجينا ناس معها السيارات الصغار، شنو هي هذه؟ يقولون كنا هذه مباني للحكومه. احنا ما ندري وش هي. قبل عبد اللطيف الرقم الله يرحمه رجال مهندس، قال بس قالوا لي اشتغل الشغل ولا بعد عرفنا وش هي يعني. صار من ضمنها مدارس انتهى الحين موجودات. شلون كانت الشاميه قبل؟ تذكرها يبا؟ الشاميه صحراء قبل. صحراء؟ اي فيه بوتات شرق جنوبي دروازة الشامية، فيها بويتات شعر، فيها بدو، ويجون المديد والطرقية ذالي يصيرون عندهم يوم يومين لين يشترون أغراضهم ويحملون ويروحون البادية. هذه شكل الحكومة، حكومة الكويت مبروكة، ما يحرصون على ضغط على الناس ولا على اللي شيء يشوفونه ما يصلح هذا يقفونه. الله ي... اشتغلت في الشامية في مدرسة الجزائر. اي شنو اشتغلت يبا؟ اشتغلت انا سيارة عندي. اي واجيب العمال واوديهم واجيب الخشب واجيب هذا لهم فيه. في السيارة. وعقبه ضميت معي واحد اسمه احمد الهبدان الله يبيح منا ومنه. الله عليه. سنتين خلصنا المدارس وقامت عاد الشاميه هذه عقبها، ولا من اول ما فيها ولا طابوقه ولا نفس ولا. وعقبها قامت طال عمرك، قام كيفان، قام تلمر ذي كلها، ولا قبل ما فيه طابوقه ورا السور الا هاللي سويناه هذول اللي في الشاميه. اي وعقبها اشتغلت مع مهندس فلسطيني في المدرسة اللي جنوبي باب الشامية. هذه كانت يعني قبل الشامية المدرسة ولا يعني كانت بعد الجزائر ولا قبل الجزائر؟ لا عقبها يعني يوم خلصت هذه على طول. يوم خلصت الجزائر بدت. نعم. هذه المدرسة. نعم الله. مدرسة سبير معهد سبيري أنا عند الواسطة. عمي تذكر متى تزوجت؟ أي سنة؟ ها؟ زواجك الأول أي سنة تذكره؟ زواجي الأول سنة 50. 50؟ أي نعم. أي يوم يتوفى أحمد الجابر الله يرحمه. رحمة الله عليه. الشيخ سعد رحمة الله عليه. أي أسألك سؤال وسؤال كان أسألك سؤال وكان مستغرب أنك مزواج ما شاء الله تبارك الرحمن. هو يجيني في رمضان الله يرحمه ويمرنا وسألني عندي 4 حريم في البيت. وقال لي شلون انت جامع 4 حريم؟ شلون ما يجي بينهم شيء حركه هاشه شيء؟ قلت ابد، من فضل الله ما خبر حرمه تكلمت على حرمه. انا خذيت 17 حرمه. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي مات الله يرحمه واللي
تطلق راح ما جاء بيني وبينهم شيء أبد، وخبر وحدها قالت لي شيء أو قلت لها شيء، وقال لي عاد الله يرحمه وشلون اجتمعن؟ قلت جزاهن الله خير هاديهن الله، وهذه إن شاء الله من رب العالمين هداية. قال لا أنت قوي عليهن. قلت والله طويل العمر ما لي بقوي عليه، ما في إنسان بيعيش مع إنسان بالقوة، ما في، حتى ولدك أبوك أخوك زوجتك أمك ما هي بعايشة معك بالقوة ألا برضى رب العالمين وهداه. قالوا كلهم جميع، قلت يتريقون جميع ويتغدون جميع ويتعشون جميع ويقعدون، ولا خبر مرة واحدة طالعت بعينها قوة على رفيجتها كلش. متفاهمين ما شاء الله تبارك الله، متفاهمين أقول. إيه متفاهمين. ما شاء الله. أنا راح أدردش معك أكثر يبا إن شاء الله. راح أدردش معك أكثر وراح أسولف بإذن الله أكثر، عندي محاور كثيرة راح أخوضها معك. متواصلين مع ضيفي الكريم مختار منطقة هدية مبارك. السكران لسهلي فاصل ونواصل إن شاء الله بإذن الله. عمي ووالدي مبارك السكران السهلي مختار هدية. علمنا، مو أنا، علم العائلة، يعني العائلة كلها، إن نحن نحط الله بين عيوننا في كل شيء، في جميع مراحل الحياة. وكان يهتم في الدراسة، وكان يهتم في الديوانية، كان يحرص علينا. أهم شيء الله سبحانه وتعالى والدراسة والديوانية. عسى الله يطول في عمره على طاعته ويخليه لنا بإذن الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين بكل تأكيد، والترحبة موصولة لكم، والترحبة أيضا موصولة إلى ضيفي الكريم مختار منطقة هدية مبارك السكران لسهلي. عمي أبو محمد مساك الله بخير معنا مرة ثانية. مرحبا. يعني من القصص الموجودة أنك أهديت أو جبت فقع للشيخ صباح السالم رحمة الله عليه الأمير آنذاك، ويوم أسألك عن الفقع قلت له جايك هدية. ليش قلت له جايك هدية؟ بيقول رح يمك أنا وما عاد في شيء. هذه أنا رحت عند أنساب اللي في الصمان سنة 72 ونشرف ذاك الجبل اللي مو بسبيل، راسه تقول 200 متر ب200 متر، لا فيه زبيدي على هالكبر، خبرينها العيال الله يصلح محمد وأحمد وبدر، في فقع على هالكبر وأكبر، وفي واحدة كبر ذي ما شاء الله، أعطيت إياها. قالها جاها ثلاثة أو اثنين كبار كراتين كبار متروسات من الفقع الكبار ذا جايبه له، لكن في هذا كبر. تقول الشيخة نورية الله يخلي لها عيالها وآخرتها جنة إن شاء الله. آمين. ونعم. تقول هذه وين لقيتها أبو محمد؟ قلت عمر ما لقيتها، أنا خبره جعل في الجنة الشيخ صباح يلزم، وين لقيت هذا؟ قال يا معد جاء من الدوام وشافهن وهو يتصل لي سكروب. قلت نعم. قال منين جبت هالفقع؟ قلت والله جابه لي واحد. قال لا ما انت بصاد، هذا يقضبه واحد ويجيبه لك السواد عيونك ولا السواد عيون صباح، يقول جاء في الجنة. حلفني وحلفت الله يرحمه أنه جايك هدية. أنه جايني هدية وهدية من ربي. بس أنت ليه قلت هدية؟ لأنه جاء في الجنة بيقول رح، وهذا بس راس جبل فيه راس جبل واحد. حتى الشيخ أحمد هذا قال وين فيه أبو محمد هذا؟ قلت والله ما أعرف أحمد، يمكن عرف تالي أنه الله يرحمه. يعني عمي محمد، بما أن تكلمنا على الشيخ صباح السالم وأنت عاصرت هذيك الفترة وكنت يعني موجود في القصر واشتغلت معهم، ليه بنتكلم على هذيك الفترة عمي أبو محمد؟ الله يرحمه. أنا عنده مسؤول عند الباب بس، ولا عندي ذيك اللي الرجال طبايعه كلها طيبة وأخلاقه كلها طيبة الله يرحمه، ورحمته واجد للكويت وللإنسان اللي يجيه الله يجعل آخرته جنة إن شاء الله. أمين يا رب. بيحملنا ومنهم كلهم مبروكين.
وجابر الأحمد الله يحله يبيح ذاك الحين هو اللي لا صار. أنا نبات في الليل صار فيه شيء حركات 14 و13 أمر حنا في المكتب الباب ذاك الحين صار فيه انقلابات واجد وجاء انطلقوا علينا أهل الخليج كلهم ذاك الحين طلقوا علينا يجون عند الشيخ صباح الله يرحم وإلا صار شيء جد هو آخر الليل وفيه شيء خبر وعلمته قال علم بعد ولي العهد تبلغ الشيخ جابر جالف الجنة هي نعم وجيهن مباركة ولا في عندهم يعني الزعزعات ولا مرة والله ما خبر من أحد من ظهر عليه شيء منهم الله خير الله يجزاهم خير ومبروكين وهادين على شعبهم يحبون الخير له نعم عمي قعدت سنتين تقريبا ما دخلت القصر وأنت موجود في القصر ولكن ما دخل داخل ما لا لك سنتين متواصلة يمكن ما دخلت القصر وكان يعني عند الباب أنا عند الباب نعم. واستغربوا والشيخ صباح استغرب قال ليش ما تدخل لا عشاء ولا قلت أنا المسؤول وخاف سبحان الله يصير أحد يتصل من برا مسؤول ولا شيء وأنت عندك ناس يضحك أقول يضحك علي الحمد لله رب العالمين يبا أنت يعني ساهمت في تأسيس يعني جمعية هدية ساهمت ودنا نتكلم عليها هذه الفترة عمرك جبتها من الشون تكلمت فيها بالشون جبتها ساهمنا فيها كلنا وبغاني يعني أكون مسؤول فيها ولا من عيالي وعييت رفضت حتى عيالي ما حد جاء فيها السبب شنو السبب ها شنو السبب السبب لو تأخذ اللي في مخباك وتعطيه هالمنطقة قالوا لا ما أخذ وحاطه في مخباه سمعت وبعدين في ناس يحبون التسابق الله يصلحهم ويهديهم والله يستر من الأمور هذه اللي بعضهم جزاه الله خير مصلح وبعضهم الله يهديه إن شاء الله يتسابقون يبون سمعت غير احنا ما جاء منا احد فيها لا واحد من عيالنا والحمد لله انه جعل اللي في الخاطر الحمد لله حافظ اموره وحافظ دينه الحمد لله رب العالمين الحمد لله يبا انت يعني اشتغلت في اكثر من وزاره اشتغلت في الاشغال واشتغلت في اشتغلت في الكهرباء في الكهرباء ما طولت اشتغلت في 57 ها في 57 اشتغلت بالكهرباء حول 52 وفي الأشغال 57 لين وصلت في السماء اشتغلت 26 سنة بس تنقلت بين مع ايه مع ذلك عقبعت صرت في البريد حول 8 أشهر وطلبوني عاد يوم يحكم صباح جعله في الجنة وجيت عنده وخدت عنده 12 سنة لن توفى الله يرحمه بس أنت ما رضيت في البداية في البداية يعني ما رضيت يعني الناس كانوا يتسابقون يبا أنه يتعينون في الديوان أنا والله ما حرصت حياة اسمه درويش العرادي الله يبيحه رجال في خير رحمه الله عليه هذا هو اللي في الديوان الأميري وكيل هو اللي طلبني ومرزوق المرزوق وكيل البريد أنا في البريد اللي حول 7 أشهر وقالوا طالبك الديوان الأميري قلت والله أنا ما أبي الشغل فيه ليش ما ليش قلت والله ليش ما ليش حكومة الحكومة أصير على طرف منها أحلى سبحان الله جاهل حرمة شيء يقول لهم ما يقطع على كلمة هو ما عليه منها وأنا شبعان منهم الله يجزاهم خير كل احتراما لهم واحتراما نعم ايه صدقت إن جيت عندهم وقضبت نسانية كلها فضائل الله وفضائلهم وبركتهم قالوا أبدي إن صار شيء بعدين منهم درى الشيخ سالم فيها جعله في الجنة قال صحيح يا أبو محمد قلت هذه قلت والله طول العمر قلتها أنا برا الحمد لله في خير وخيركم علينا لكن بعض النبات يصير أما ورع أو مرة أو من صرت قريب من قال لا فاع وعايز الله أنه صار والله ما خبر قلبي جانا منهم
كلمة انتزع، لأن خير كله بخير. حتى المختارية هذه من الشيخ سالم والشيخ علي الله يرحمه، هم اللي سعوا فيها، ما بعد كلمتهم ولا. ويوم عاد توفى الصباح يحطني الشيخ سالم في الدفاع، وزارة الدفاع. آه. قاعد 6 شهور تقريبا أو 8 شهور. 8 شهور يوم حطني فيها ويرفعني درجة، وعقب شهرين يعطيني درجة ثانية. قلت له إني داري مفضي، يوم تقولي كان دخلت فيها الله يرحمه. وعقب تقعد، يوم تقعد خد 3 سنين أو 4 سنين، لا 6 سنين، قالوا يلا مختار في هدية تبي مختار، هو المختار فيها. في سنة 1989 عينت مختار في منطقة هدية. ايه؟ ولغاية الآن يبقى المختارية شنو تمثل لك؟ ها؟ المختارية شنو تمثل لك من شغل؟ شنو تمثل لك من تواصل مع الناس ومع المنطقة؟ تواصل من أول، فيه عمل واجد على عليها. ايه؟ كل شيء يعني، وتعمل فيها بشهود الشيء اللي ما تعرف عنه، ولا شيء تجيب الرياجيل اللي يعرفون هالشخص ولا يعرفون عن عمله اللي هو يبي فيه شهود. وش اسمه تالي ما عاد والله فيها الحين الا الاجارات وما اجارات ولا شيء يعني. الامور تغيرت، صارت اخف الشغل يعني. نعم خف واجد، خف واجد. عمي ابو محمد، يعني اكيد خلال عملك في المختاريه اكثر من تقريبا من يعني اكثر من 35 سنه تقريبا في المختاريه للحين. لا في المختاريه اللي فيها الحين 89 28 سنه. اي نعم. خلال 28 سنه اكيد صارت لك مواقف طريفه، مواقف يعني اثناء شغلك. لا تذكر لا منها شيء؟ ما جاء عندي ان شاء الله شيء. لا حتى لو مواقف طيبه يعني. لا امور طيبه، هو طيبه ان شاء الله مع الناس، نعاملهم ان شاء الله بالرفق وبمخافة الله وبالحياة من الله ومن الناس. أنت تجي تعمل لهم ما أنت بتعمل عليهم. صدقت. الأمور الشعب، حنا خدام للشعب في العمل اللي يسيرهم، وحكومتنا اللي هي تبي يعني تقول الطريقة هذه نمشي عليها وبرفق. فيه ناس إن الله يصلحهم ما خلوا العنف شوي ولا يعني يهنون أنفسهم على الشعب. أنت خادم للشعب ده، خادم لها الحكومة اللي خادم خدام للناس، وأنت خادم لهم وفي العمل. الإنسان اللي الله يوفقه يمشي الأمور الطيبة ويأخذ حقه ويعطى اللي هو يبي، ولا صار إنه دون هذا الحكومة ما عليها منه ولا الشعب. احنا متواصلين معاك عمي مبارك استكرام، متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام وضيفي الكريم. فاصل قصير ونرجع ونستكمل هذا الحوار الجميل والشيق بكل تأكيد مع العم مبارك استكران لسالي مختار منطقة هدية. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج إسراي، ومتواصلين مع ضيفي الكريم مختار منطقة هدية العم مبارك استكران لسالي. عمي ابو محمد، يمكن قبل الفاصل تكلمنا على يعني عن بدايتك وعن نشأتك وعن حتى شغلك في عدة وزارات، ومنها عن علاقتك مع الشيخ صباح السالم رحمة الله عليه وشغلك. ولكن في سنة 1990 هل صحيح أنك كنت مطلوب للقوات العراقية أو لا؟ لا لا ما كنت مطلوب. لا شلون تلقيت الخبر يوم، وين كنت، شلون تلقيت؟ إيه جانا الخبر الصبح. إيه وعقبها تلقيت الخبر، شلت عمري واروح للقصر، قصر صباح الله يرحمه رحمه الله عليه. يوم جيت له والله انهم ظاهرين القصبي اللي فيه وين الشيوخ، قال ظهرت الوالده، قال ظهرت، خذها الشيخ احمد وظهرت. والحمد لله اللي ما جاهم اذى ولا جاهم الحمد لله. يبقى شاركت في مؤتمر جده، كنت حاضر فيه. حضرت ذاك، دعانا في مؤتمر جدة علشان يعني هو القصد أن الشعب مع حكومة، الشعب مع حكومة. بعض الناس لا يحكمونها، والشعب يبي حكومته ما يبي غيرها. حضرنا شو اسمه الله يرحمه الشيخ جابر،
تكلم، تكلم الشيخ سعد وتكلم عبد العزيز الصقر الله يرحمنا ومنه رحمه الله عليه في الامور ذي، وقالوا الامور ان شاء الله انها ابشركم انها بخير. الشيخ جابر جعله في الجنه والشيخ سعد عن يهدون الشعب، وفعلا الحمد لله انها عقب هالامور فتحت معاشات المواطنين هناك الله يرحمهم، سهلت امورهم كلها والحمد لله اللي رجعوا بحسن نيته من الامور اللي ثاني ابوها يبيها صدام وربعها الله يكفينا شره. كم قعدت هناك؟ قعدت هناك 8 أشهر. رجعت على طول بعد التحرير ولا؟ رجعت على طول في التحرير عقبه باربع 14 يوم مع الشيخ سالم. مع الشيخ سالم؟ ايه. وقعدت هنا 3 أيام المري ما نشوف. قال لي الشيخ سالم اطلع اطلع، هالحين ما فيها كلش زيت وكلش. ويوم رجعنا نروح انا ويا الشيخ سعد جعله في الجنه للعيون نطالع فيهم اللي سكره. والله يوم نجي ان هدومنا البيض انها سود من النفط. يضحك علينا الشيخ سعد هذا الخير بشنو حلله ويبيعها. يعني بعد الغزو وتكلمت يمكن عن النفط وعن ابار النفط اللي كانت يعني هذه بس النفط هذا راحتنا جيتنا مع الشيخ. في سنه 94 تراست الحمله التطوعيه في منطقه الاحمد يا عمي محمد لبناء سور الكويت. لا لا ابدا لا ما ستم معنا على ان بس ان تدفعون للسور اللي برا. ايه. مسعونا علي الله يرحمه الشيخ علي. اللي كانت على الحدود بين الكويت والعراق. اي في 94. اي الله والمسعونا ابو ثامر الله يرحمه رحمه الله عليه. اي وعملنا مع هذه مع الشيخ علي الحمد لله الامور كلها صارت على ما يرام. الحكومه المبروكه اللي ان شاء الله تمشي في صالح الشعب وفي صالح طاعة رب العالمين إن شاء الله، ومن عمل الأعمال ذي ما يجيها إلا خير إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى ما شاء الله تبارك الرحمن تواصلك مع الشيوخ بحكم يعني معاشرتك لهم وعلاقتك معهم الطيبة من سنين ما شاء الله تبارك الرحمن، ويمكن يعني شفنا أكثر من لقاء أجمعك مع الشيخ صباح الأحمد عسى الله يحفظه يا رب. معهم كلهم. ودنا نتكلم على علاقتك وعلى تواصلك. الشيخ ناصر كلهم الله يرحمهم. نمشي معهم الله يجزاهم خير، وهم اللي مبروكين يدعونا ونحضر في امور ان شاء الله كلها طيبه، ولا في مصلحه ولا في امر نسويه ولا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لك ذكريات مع الحج وكان عندك لك ذكريات مع الحج قبل وعندك سياره وكنت مع عندنا الملا حجيت 3 سيارات حجيت مع الحج والحمد لله رب العالمين. تالي عاد تيسرت الامور كلها، نحج في سيارات صغار ونحج في طيارات. انا اقصد الملا عثمان. اي الملا عثمان حج معي مع بن ثليث في 57 اول حجه. 57 وحجيت في 60 وحج معي عاد هو، وحجيت في 64 وحج معي راح في يروح في الطيارة، ولقيت هناك يصير معي حملتي مع حياة محمد العازم يلي حيت الغانمة. يبا بالعمل الخيري ما شاء الله لك تواصل ولك عمل طيب في العمل التطوعي والعمل الخيري والإنساني. ودنا نتكلم على تذكر شيء من اللجان الخيرية اللي اشتغلت فيها. لا ما أدخل معه، لا بغيت اسوي شيء انا سويت، واما اني ادخل ما ادخل معه، ولا واجد اللي يطلبوني لكن ما احب اني ادخل في الامور. ان جاء حصل من عندي شيء سويته ولا اعطيته، ما حصل شيء يلا لك الحمد. في شيء يعني كان ودك تسويه قبل ولو رجع الزمن فيك كان سويته؟ لا والله الحمد لله اللي ودي اسويه. ايه سويناه. خاطرك شيء ممكن كنت تبي تسويه لا قبل؟ الحمد لله. الغوران يجي 3 سنين او 4 سنين
مشيناها شوي والحمد لله رب العالمين اللي الله يعيننا عليه والحوات الغامة اللي شر والحاضرين لا بغوا منفعة ولا شيء سألانا عنه اللي نعرف انه في محله نقول في محله واللي ما هو في محله ما نقول لا. ما اقول لا اقول ما ادري يبا يعني بما انك ما شاء الله تبارك الرحمن من المؤسسين والشاهدين على دولة الكويت من قبل النفط يوم كانت يعني الحياة ما هي رفاهية وكانت فيها صعوبة وكانت يعني أمور فيها كثيرة ولكن بعد هذه السنين وبعد هذا التطور ما لحقت على شيء منها بسيط أيه؟ لكن الأمور الكويت مبروك إن شاء الله وهله مبروكين حكومته مبروكة ما عندها حسد أبد لو بتسحب الدنيا كلها مهم بحاسدينك بس لا تدخل في أمور مهيب لك الله كلهم من فضل الله طريقتهم هذه ولا يحسدون أحد ولا يقطعون عن أحد شيء وموصل له الله يجزاهم خير وهذا اللي إن شاء الله حافظهم الله يحفظهم ويحفظ شعب الكويت ويحفظ المسلمين كلهم آمين يا رب ويكفينا الشر اللي فيهم شر وسلامتكم الله يسلمك نصيحة للشباب يبا يعني شبابكم قبل واللي عانى وكان نفس ما قلت قبل شوية يمكن ظروف العيش كانت حيل 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 صعبة الظروف اليوم تغيرت وكل شيء تغير ولكن للأسف هم في بعض ممكن الشباب النصيحة والله النصيحة أن الله يهديهم واللي يقول احفظ الله يحفظك ما قال أطلج الله يطلجك يقول احفظ الله يحفظك اللي يتبع الأمور الطيبة الحين أنا وياك اثنين وتكرم واكرمنا إن شاء الله منها في اثنين هناك واحد خراب واحد صاحي صحيح أنت تعرف الصاحي وتعرف الخراب من بتتبع منهم أكيد الصاحي تتبع الصاحي الأمور الرجال والعيال اللي فيهم خير وهديهم الله يتبعون الناس اللي يسمعون ذكرهم طيب وعملهم طيب ورازقهم الله وموفجهم واللي الله يحمينا وإياكم عمله غير هذا يتبعونه ما آخرتهم خراب ودمار ومتحسفين على حياتهم كلها واللي الله هاديهم ومشهم مع الأمور الطيبة سمعت ومع الشيء الصالح الله رزقهم ومشوا فيها واستانسوا واللي غيرهم عاملهم وصار مثلهم واللي الله يحمينا وإياكم خاين توكلنا على الله اللي يخان على ثره ما يربح يعود خسران لكن نرجو إن شاء الله أن الله يهدي هالشعب ويعدي هالشباب ويصلحهم ويرزقهم إن شاء الله بالعمل الطيب وبصلح النية والعمل الطيب والصالح والله يصلح الأمور إن شاء الله ويهدي حكومة حنا حضرها الله يوفجهم العمل الصالح كلهم وكل المسلمين الله يوفجهم اللي فيها الخير يجمع قلوبهم ويهديهم على الأمور الطيبة هو من كان مع الله كان الله معه السلام عليك عليك يبا يعني أبي أذكر تذكر أحد من الناس اللي عاصرتهم في الأربعينيات والخمسينيات شلون؟ بعض الشخصيات اللي عاصرتهم حتى أثناء شغلك في الشيخ صباح السالم وأثناء شغلك في وزارة الأشغال والدفاع عاصرناهم الحكومة كلها حكومة الكويت ايه؟ عاصرناها اللي دخلنا معه واللي نعرف وجهه هذا كلهم خير إن شاء الله كلهم خير ولا يدلونك إلا على الخير والرجال اللي فيه خير وصالح هذا معروف إن دربه والناس اللي غير هذا الله يصلحهم يقولوا لهم اللهم آمين هم إن شاء الله مبروكين وادعوا لهم بالخير كلكم يلي حاضرين إن الله يوفجهم إن شاء الله يوفج حكومة إن حنا حضرها اللهم آمين اللهم يدلهم على الخير كله إن شاء الله اللهم آمين يمشيهم على الأمور الطيبة آمين يعينهم على اللي غير ذلك والله يجزاكم خير أنتم الله يبارك فيك كلمة أخيرة يبي يمكن وصلنا للختام ها كلمة أخيرة توجهها لحد هذه الكلمة الأخيرة إن شاء الله ايه؟ إن الله يوفج حكومتكم آمين يا رب ويوفج المسلمين كلهم ويجمع قلوبهم ويهديهم على الصالح حكومات الإسلام كلها سمعت والحفظ حفظ
الإسلام هو العز أبدا. من مشى في غير حفظ الله ما الله يعزه لو يأخذ الدنيا كلها. واللي مثل اللي ما عنده لا حلال ولا حرام هذا أجن بدربه، ما عنده حلال يمشي معه ولا، والحرام كله واحد والحلال. ترى هذا يسمعون الشباب يحفظون الله يحفظهم إن شاء الله. نعم بإذن الله. سلامتك، الله يسلمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، ومشكور يا على استضافتك في بيتك العامر يا عم محمد، مشكورين، الله يبارك فيك، وجزاكم الله خير على هالنصايح بعد. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج إسرائيل مع ضيفي الكريم مختار منطقة هدية مبارك السكران السهلي، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.